هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب وطالبات سنه ثالثه اعدادي وكل الطلاب كمان. ليه بقول كل الطلاب؟ علشان ده فيديو جرامر. فيديوهات الجرامر زي ما احنا متفقين يقدر يستفيد بيها كل الطلبه والطالبات في كل المراحل العمريه. الجرامر اهم حاجه في اللغه الانجليزيه، انا باكد، علشان كده اي فيديو جرامر تقدر تستفيد منه، لان الجرامر واحد في كل المناهج في كل المدارس. اتفقنا ان حتى المدارس اللغات او مدارس التجريبي او مدارس الخاصة والمدارس الحكومية الجرامر فيها واحد، بس الاختلاف في الصعوبة وفي تناول الجرامر نفسه، القاعدة اللغوية نفسها، الامثلة فيها بقى بتبقى اصعب، محطوطة في المنهج ده بطريقة بتفصيل اكتر، بس كده. تمام، النهاردة ان شاء الله هبدأ معاكم. انا مقسمة الجرامر، جرامر سنة ثالثة اعدادي المنهج الجديد، على ثلاث فيديوهات. قسمته على ثلاث فيديوهات، ده جرامر الترم الثاني. تمام، الترم الثاني قسمته على ثلاث فيديوهات علشان اقدر ان انا اشرحه لكم بطريقة وافية. وطبعا هتلاقوه كمان في فيديوهات الشرح برضو شرحوه مع الدروس، بس في الفيديو ده انا مجمع لكم الجرامر. النهاردة ان شاء الله اول فيديو من فيديوهات الجرامر لثالثة اعدادي هنبدأ مع بعض فيه. بسم الله، نركز كده مع بعض. اول جزئية في جرامر سنة ثالثة اعدادي المنهج الجديد الترم الثاني هي الباسف. الباسف اللي هو المبني للمجهول بالعربي، المبني للمجهول. تعالوا شوفوا كده، بصوا المبني للمجهول يعني ايه؟ من اسمه كده، المبني للمجهول يعني اللي عمل الفعل مجهول بالنسبة لي. طب تعالوا كده نشوف الاول، هو تكوين الجملة في اللغة الانجليزية ايه؟ هو في العربي لما بكون جملة بقول ايه؟ بقول كتب محمد الدرس، صح؟ ببدأ بالفعل. لكن في الانجليزي لا، في الانجليزي انا ببدأ بالفاعل، ببدأ بالفاعل. طبعا انتم مش محتاجين اقول لكم الفاعل هو اللي قام بالفعل، هو من قام بالفعل، زي في العربي بقى الفاعل هو اللي عمل الفعل نفسه. المفعول به هو اللي تعمل فيه الفعل. يعني لو انا قلت محمد ضرب مثلا مصطفى، فمصطفى ده هو المفعول به، لكن الفاعل محمد. تمام، طيب الفاعل هو اللي ببدأ به الجملة. دي الجملة العادية بنسميها، يعني بنسميها في الجرامر المبني للمعلوم، علشان الفاعل هنا بالنسبة لي معلوم، أنا عارفة مين هو، مين هو اللي عمل الفعل. طيب أمال إيه بقى المبني للمجهول؟ المبني للمجهول يعني الفاعل ده مش معلوم قدامي، مجهول بالنسبة لي. يعني بصوا كده، لو أنا قلت محمد أكل الجبنة مثلا، تمام؟ طيب لو أنا جيت فتحت الثلاجة ولقيت الجبنة اتاكلت، بس أنا مش عارفة مين اللي كلها، يبقى أنا كده مش عارفة مين، مش عارفة الفاعل اللي كل الجبنة. الجبنة دي هي اللي مفعول به، هي اللي بركز عليها في الجملة بتاعة المبني للمجهول. تمام؟ عارفين بالعربي كده زي ما احنا بنقول شرح المعلم الدرس، المعلم هو فاعل والدرس مفعول به. طب انا بقول ايه؟ انا شلت الفعل خالص وبقول ايه بقى؟ شرح الدرس. الدرس ده هو اللي انا بستخدمه في المبني للمجهول. يعني معنى كده ان المبني للمجهول بيركز على المفعول به. المبني، جملة المبني للمجهول بتدي للمفعول به قيمة شوية وبتهتم بيه. طيب ايه تكوين المبني للمجهول؟ تكوين المبني للمجهول بكل بساطة هو verb to be والتصريف التالت. verb to be والتصريف التالت. بصوا كده، انا هبدأ الجملة في المبني للمجهول بالمفعول به. المفعول به مسمينه نائب الفاعل. ليه نائب الفاعل؟ بصوا، هو بينوب عن الفاعل في مكانه بس. يعني انا بحطه هنا في الاول. احنا اتفقنا ان في اللغة الانجليزية انا ببدأ بالفعل الاول. طيب انا هبدأ بالمفعول به، فانا هسميه، انا هشيل الفاعل
وهحط مكان المفعول به وهسميه نائب فاعل. المسميات دي مش هتفرق في الانجليزي، هي بس بربط لكم بين العربي وبين اللغة الانجليزية. انا بدأت بالمفعول به، هحط بعده verb to be، بعد ال verb to be التصريف التالت، بس كده. طب ايه verb to be؟ تعالوا نعرف اكتر عنه كده، نفتكره بقى عشان انتوا اكيد برضو عارفينه، وعادي لو مش عارفينه نفتكره مع بعض. ال verb to be هو فعل يكون، فعل يكون. احنا كنا مسمينه عم verb to be، عنده ثلاث ولاد، ام وإز وآر. كل ولد من ولاده له صحاب من الضمائر. أنا عندي في اللغة الإنجليزية كلها سبع ضمائر. مين هما؟ تعالوا كده نتعرف عليهم. I معناها أنا، he معناها هو، she هي، it هو أو هي لغير العاقل، وthey هما، we نحن، يو أنت أو أنتي أو أنتم. طيب دول الفاعل، ضمائر الفاعل سبعة. كل ولد من ولاد verb to be له صحاب من الضمائر. طيب I الضمير I معناه أنا، لما أتكلم عن نفسي فأي لازم هتيجي معاها am. I am، I am أنا أكون، I am أنا أكون. تمام. he وshe وit، he وshe وit التلاتة دول صحابهم is، التلاتة دول صحابهم is. تمام، بيجي معاهم الفعل is. طيب والthey والwe والyou بيجي معاهم are. ازاي والwe والyou هما صحاب الار؟ تمام، لازم ابقى عارف كويس قوي الـ verb to be، ابقى عارف مع هي احط مين، ام ولا is ولا are، علشان مهم قوي في تكوين الجملة. طيب انا كده عرفت مين verb to be، وامتى هستخدم ام حسب الفاعل، هستخدم is حسب الفاعل، وار حسب الفاعل. طب ايه البي بي ده؟ البي بي ده اختصار للباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. بصوا يا اولاد، كل فعل في اللغة الانجليزية له ثلاث تصريفات. اي فعل في اللغة الانجليزية له ثلاث تصريفات، تمام؟ التصريف الاول اللي هو الزمن المضارع، الفعل بصورته العادية خالص، بصورته الاساسية. والتصريف الثاني اللي هو الفعل في زمن الماضي. والتصريف الثالث بقى هو ده اللي انا بستخدمه لزمن الباسيف. بصوا كده، يعني عندي الفعل جو يذهب، تمام، الفعل الماضي منه went، والتصريف الثالث gone. انا هاخد التصريف الثالث. طيب تعالوا نشوف بقى بأمثلة علشان نقدر نفهم اكتر. بصوا يا ولاد، هنا لو انا قلت warm، wet، areas، our، cold، a rain forest. warm معناها دافئ، wet رطب، areas المناطق يعني المناطق الرطبة الدافئة، تسمى ايه؟ اهي rain forest اللي هي الغابات الممطرة يعني. تمام. طيب بصوا كده يا ولاد، هنا انا استخدمت ايه؟ هنا المفعول به فين كله؟ اهو بصوا، شايفين warm، wet areas، كل ده كده ده مفعول به، صح؟ طيب هو المفعول به ده ايه؟ اسم جمع ولا اسم مفرد؟ يعني لو انا شلته هحط بداله ايه من الضمائر؟ هحط بداله they، لان في اس الجمع اهي، شايفينها اهي اس الجمع، فانا هحط بداله مين؟ they. طب وزي بتاخد مين من ولاد verb to be؟ are، يبقى هحتاج are. طب وبتسمى cool، الفعل cool هزود له ايه ودي، هيبقى cool. يبقى انا عملت ايه؟ كل المشكلة والتفكير في المبني للمجهول ان انا بحط البي verb to be والتصريف الثالث. هنا جبت ار، اخترت ار علشان المفعول به هنا جمع، وبعد كده جبت التصريف الثالث كول كول كولد. تمام.
طيب تعال نشوف بعد كده اهو الفعل الاساسي منه كول، كول التصريف الثاني كولد والثالث كولد. طيب تعال نشوف كده، بصوا بيقول ايه، بيقول هنا تعال نشوف الجملة الثانية ايجيبت اللي هي مصر، ايجيبت لو انا شلت ايجيبت هحط بدلها ايه؟ لو شلت ايجيبت هحط بدلها ات، صح؟ تمام. طب يبقى ايه تاخد معاها مين؟ از، علشان كده اخترت مين اهي، از. طيب والتصريف الثالث من الفعل فيزت، فيزت، فيزتد، فيزتد. بصوا الجملة اصلا ايه، مور ذان، اكثر من 14 مليون تورستس، اكثر من 14 مليون سائح فيزت ايجيبت، بيزوروا مصر. طب انا عايزه اقول بقى ايه، مصر يعني بيزورها او بتزور باكثر من 14 مليون سائح. انا عايزه اعمل ايه، هي هنا مين الفاعل اهو، التورست، صح؟ بصوا ركزوا معايا، ال 14 مليون سائح ده الفاعل. طيب انا هشيله الوقت، هبدا بمين، بالمفعول، المفعول مين، ايجيبت، تعالي يا ايجيبت اهو بداتها. الفعل هعمل ايه، الفعل از، از اهو، وبعدها التصريف الثالث من الفعل فيزت، فيزتد. كتبت باي، هي باي دي ليه؟ باي دي حرف جر في اللغه الانجليزيه معناه حرف البه او بواسطه، بيجي دايما قبل الفاعل. يعني لو انا قلت مثلا شرح الدرس بواسطه المعلم هقول ايه، شرح الدرس باي ذا تيتشر، تمام. طيب يعني هنا هقول Egypt is visited، مصر بتزور by more than 14 million tourists، بواسطة أكثر من 14 مليون سائح. طيب لو أنا قلت بقى this medicine، هذا الدواء، this medicine هذا الدواء is taken، بيؤخذ، يؤخذ، بصوا الدواء، الدواء ده طبعا مفعول، أنا اللي باخده، صح؟ طيب أنا الفاعل، الدواء المفعول، الدواء ده لو أنا شلته هحط بداله it، تمام؟ وعلشان it هياخد مين؟ is، يبقى هقول is. طب التصريف الثالث من يأخذ ايه؟ take، taken، taken، بصوا الفعل الأصلي أهو take، يأخذ، التصريف الثالث taken، ماشي؟ by me بواسطتي يعني، تمام؟ طيب لو قلت هنا سلمى feeds the babies، سلمى بتطعم البيبيهات، عايزه اقول بقى البيبيهات دي بتطعم بواسطه سلمى، هقول ايه، ذا بيبيز، ذا بيبيز، اور، ليه؟ عشان بيبيز جمع بيبي، اور، اور، فيد، فيد، فيد دي التصريف الثالث من فيد، تمام. ده هو بس كده الباسيف، الباسيف ده على فكره سهل جدا يا جماعه. طب ازاي اعمل جمله منفيه، ها جملة منفية برضو نفس الكلام، انا رول اللي عندي ان انا بعمل القاعدة اللي عندي المفعول به ام او از او ار التصريف الثالث، بس كده هي دي جملة الباسيف. طب انا عايز اعمل النوت، ها اعملها منفية، منفي يعني نوت، انفي بقى، هنفي هحط نوت بس هنا اهي، هعمل ايه، مفعول به ام او از او ار زائد نوت زائد الايه التصريف الثالث. يعني لو انا عايز اقول التنس ما تلعبش، مباراة التنس ما تلعبتش، احنا ما لعبناش التنس، هقول ايه، تنس، تنس ده المفعول به، المفعول به، ها التنس كأن بداله ايت، هختار مين، از، دايما تعوضه عن الاسم بضمير هيبقى سهل، تنس از ونوت، والتصريف الثالث من بلاي، بلايد، تنس ازنت بلايد، سويتس الحلوى، الحلوى ما تاكلتش، الحلوى زي ما هي، اور، or علشان sweets جمع، or حطيت معاها not eaten، eaten التصريف الثالث من الفعل eat، sweets aren't eaten، تمام. طيب تعالوا كده نقلب الصفحة، احنا في كتاب المعاصر في page 28، هعمل سؤال، سؤال في المبني المجهول، ازاي يعني، هقول مثلا هل اللغة الانجليزية بيتحدث بيها الناس في البرازيل، فهقول ايه مثلا، فانا عندي المفعول به هو الانجليش، اللغة الانجليزية، الانجليش دي مفرد، لو انا شلتها حط بدلها it، فهيجي معاها is،
كتبت إز هنا أولها حرف كابيتال علشان هبدأ بيها سؤال، وطالما السؤال بدأ بأم أو إز أو أور أو أي فعل مساعد يبقى معناه هل. هل إز إنجليش، هل اللغة الإنجليزية، spoken 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 التصريف الثالث من الفعل speak speak speak، التصريف الثاني منه spoke، التصريف الثالث منه spoken. تمام. بصوا يا ولاد، انتوا اهم حاجة علشان تعرفوا تبقوا تحلوا يبقى بالنسبة لكم سهل المبني للمجهول، ان انتوا تحفظوا تصريف الافعال، الافعال الشاذة دي اللي هي لازم بتتحفظ. في فيديو على في سلسلة قوائم التشغيل على القناة، في سلسلة تأسيس الجرامر، هتلاقوا مجمع لكم فيه اهم الافعال الشاذة في اللغة الانجليزية. تمام. مجمع لكم بطريقة ان كل الافعال اللي شبه بعض شوية، يعني بطريقة شوية تسهل عليكم. يعني هنا speak يتحدث، الماضي منها spoke اللي هو معناه يتحدث، التصريف الثالث spoken. تمام. طيب ايه كمان، وتعرفوا امتى استخدم ام وايز وار، بس كده. طيب هنا لو انا هسال عن الماث، الماث اللي هي ماده الرياضيات، والساينس ماده العلوم، فالماث والساينس اند اهي و اسم واسم، اسم واسم. لو انا كل ده الماث اند ساينس دول كلهم المفعول به، فدول كلهم اللي هتعامل معاهم. لو انا شلتهم حط بدلهم ايه؟ they، فهياخدوا are. are math and science studied، studied بيدرسوا. ماشي. تمام. طيب لو انا هستخدم سؤال بأداة استفهام، نفس الحكاية، نفس تكوين السؤال. تكوين السؤال عندي في العادي ان انا بقول أداة الاستفهام الاول، وبعد كده الفعل المساعد. تمام. اهو أداة الاستفهام، بعدها الفعل المساعد، بعدين بقى بدل الفعل هنا انا عندي بقى الايه المفعول به اللي هو ده، أداة الاستفهام فعل مساعد اللي هو الايه المفعول به، والفعل بقى هنا التصريف الثالث. بس كده، هو ده بس المبني للمجهول، هو ده بس الباسف. على فكرة هو في منتهى السهولة بجد فعلا. هو مجرد بس ان انت تبقى عارف في البسل الفيرب تو بي فعل يكون، امتى تستخدم ام مع مين، مع اي تستخدم ام، مع هي وشي وايت تستخدم اذ، مع ذي ويو وي تستخدم اور، وكمان تبقى عارف تصريف الافعال، تبقى عارف ايه الفعل في زمن المضارع ايه، في الماضي ايه، في التصريف التالت ايه. بس كده، كده خلاص انت عرفت تكون الباسف، لان انت بكل بساطة هتكون جملة في الباسف ازاي. اول حاجة هتحط المفعول به زي ما احنا قلنا، بعد كده بعد ما هتحط المفعول به هتحطه في الاول، بعد كده هتحط الفعل المساعد اللي هو ام او ايز او ار، بعد كده هتحول الفعل للتصريف الثالث، وخلاص كده، كده عملت جملة في زمن الباسف. طيب تعالوا نشوف الجزء الثاني من الجرامر، عندنا هو برضو عن الباسف بس في زمن الماضي. احنا اللي خدناه الوقت في زمن المضارع. بصوا ازاي، عارفين ان نفس الكلام هو هو، نفس الكلام اللي احنا حالا شارحينه هو هو، عارفين الفرق ايه؟ بس الفرق في verb to be. خدوا بالكم، verb to be هنا كان معناه فعل ايه؟ يكون. لا، في الماضي بقى كان، كان بتكلم عن حاجة كانت بتحصل. تمام؟ يعني مش هستخدم ولا ام ولا ايز ولا ار. ايه ده، هشيلهم؟ امال هستخدم بدلهم ايه؟ بصوا اهو، هستخدم بدلهم بدل ام وبدل ايز هستخدم ووز، ووز. طب وبدل ار هستخدم وير. يعني انا هستخدم ووز او وير، ووز أو وير. ووز للمفرد، وير للجمع. ووز هتيجي مع مين؟ ووز هتيجي مع اي وهي وشي وإت، اي وهي وشي وإت. ووير هتيجي مع ذي ويو ووي. تمام؟ يبقى أنا هستخدم
بصوا كده اهي. was aware والتصريف الثالث. was aware والتصريف الثالث بس كده. نفس الكلام اللي قلناه، نفس الشرح. اول حاجه هجيب المفعول به اللي هو نائب الفاعل، بعدين was aware، وبعدين التصريف الثالث بس كده. عندي ساندويتش لقيته اتاكل وانا مش عارفه مين اللي اكله، فانا بقول a sandwich was eaten. was eaten حطيت was ليه؟ عشان ساندويتش لو انا شلته هحط بداله eat. eat لانه مفرد، خدت معاه was. التصريف الثالث منه eaten. eaten الفعل eaten. was eaten تمام. الفلاورز الورود اتراوت، يعني حد سقاها. الورود مزروعه في الارض وانا لقيت ان في ميه ان حد رواها، فانا بقول ايه؟ the flowers. the flowers دي المفعول به، فيها اس الجمع، هي جمع. حطيت معاها where. where حطيت بعدها التصريف الثالث watered. watered water يروي او يسقي. watered التصريف الثالث by رهام، طبعا بواسطة رهام يعني رهام اللي روتها. ازاي اعمل نفي؟ نفس الكلام هحط نوت جنب was aware. سهل جدا على فكرة، بجد درس الباسف سهل جدا. the car wasn't washed by me. the car المفعول به، حطيت معاها was، حطيت معاها not، بعد كده التصريف الثالث من الفعل wash يغسل washed تمام. بعد كده the animals الحيوانات where. where حطيت where علشان animals جمع، وحطيت not وفد. فد اللي هي الايه؟ التصريف الثالث من الفعل feed. الحيوانات لم تطعم تمام by the farmer بواسطة المزارع. اعمل سؤال ازاي؟ ابدأ بالفعل المساعد اللي هو was aware، بعديه المفعول به، بعديه التصريف الثالث. where the newspapers bought. هل الجرائد اشترت. was juice drunk. هل العصير شرب تمام. كل الحكاية يا ولاد، كل الحكاية ان انا بعمل ايه؟ سواء في المضارع سواء في الماضي، بشوف المفعول به قدامي هيجي معاه was aware وبعده التصريف الثالث بس كده. بجد هو كده بس الباسف سهل جدا. طيب تعالوا نشوف بقى الجزئية الثانية. page 83 ان شاء الله مش هسيب معاكم اي جزئية جرامر الا لما هنشرحها مع بعض. لما تدخلوا الناس اللي داخلين تالتة اعدادي يعني بقى كده، وهيبقوا لمين كده الجرامر ان شاء الله بتاع الترم كله، هيبقى بالنسبة لهم يعني الحكاية سهلة شوية. مش سهلة شوية، سهلة جدا يعني كمان ان شاء الله. page 83 اهي. بصوا الجزئية دي من الجرامر. الجزئية ديت يا اولاد عن الحالة الشرطية ل if. بصوا كده اهي if. ركزوا معايا. if دي معناها هي اي اس تمام، معناها اذا، لو، إذا أو لو. طيب وشايفين كمان معاها when. هي if و when هما الاثنين أدوات ربط. يعني إيه أدوات ربط؟ يعني من اسمهم كده، يعني هما بيربطوا بين جملتين، بيربطوا بين حدثين. بيربطوا بين جملتين، يعني بدل ما اكتب جملة وجملة تانية في سطر تاني، انا هكتب الجملتين في سطر واحد. طب مين اللي هيربط بين الجملتين؟ اداة الربط. مين هي؟ when معناها عندما، او if معناها اذا او لا. بس هما هيجوا يشتغلوا بس بشروط. ايه شرطهم؟ بصوا كده بقى، شرطهم ان هما اهي كبر الصورة. بص كده if او when شرطهم هيجي بعدهم جملتين. الجملة الاولى في زمن المضارع البسيط، والجملة التانية في المستقبل. والمصدر
تاني يعني معنى كده if أو when هيربطوا بين جملتين، هيربطوا بين حدثين. معنى جملتين يعني جملة تتكون من فاعل وفعل، جملة كاملة يا أولاد، تمام؟ جملة كاملة في اللغة الإنجليزية هتتكون من فاعل وفعل، وهاجي جملة تانية كمان برضو هتتكون تاني من فاعل وفعل، بس الجملة الأولى الفعل فيها هيكون في زمن المضارع البسيط، طب الجملة التانية لا الفعل فيها هيكون في المستقبل. يعني معنى كده هي بتربط بين حدثين، حدث بيحصل في الوقت الحالي وحدث هيترتب عليه في المستقبل. يعني لو انا قلت لك كده ببساطة كده، لو انا قلت لك اذا انت ذاكرت، اذا انت بتذاكر دلوقتي هتنجح، يعني هتنجح دي حاجة في المستقبل ان شاء الله، وانت الوقت بتذاكر، اذا انت الوقت بتصلي بتعبد ربنا، ربنا هيرضى عنك، تمام؟ يعني انت لو بتعمل الحاجة دي، هي عشان كده سموها شرطية، هي بتشترط لو انت بتعمل الحاجة دي في الوقت الحاضر هيترتب عليها النتيجة بتاعتها في الوقت اللي بعد كده، تمام؟ اهو الحاجة دي انت هتعملها في الوقت الحاضر، بعد كده هيحصل لك النجاح، هيحصل لك رضا ربنا كده. يعني لو انا قلت مثلا، بس ثواني وانا قبل ما اشرح الجملة، طب ما تيجوا نعرف ايه زمن المضارع البسيط، ها نفتكروا بقى مع بعض، وايه ويل والمصدر ده، تعالوا نشوف كده مع بعض. بصوا زمن المضارع البسيط هو من اسمه كده هو فعلا مضارع بسيط، تكوينه بسيط. زمن المضارع البسيط دوت بيتكون عن، بيعبر عن ايه؟ عن عادات متكررة، عن روتين يومي، حاجة بعملها روتينية كل يوم، كل فترة زمنية معينة، عن حقائق، تمام؟ زمن المضارع البسيط ده تكوينه ازاي بقى؟ بصوا كده اهو، ان مع الافعال اي وذاي ويو ووي واي اسم جمع، الفعل هيجي في المصدر بصورته العادية في التصريف الأول، ومع هي ومع شي ومع إت وأي اسم مفرد الفعل هيتزود له حرف الاسم، بس كده، تمام؟ ده زمن المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط مع الأفعال دي الفعل هيجي في المصدر، مع الأفعال دي الفعل هيتزود له اسم، هو بس كده الفعل المضارع البسيط. وكمان لما اجي انفي المضارع البسيط هفتكر ان انا بنده على افعال مساعده بتساعدني في النفي، هنده على دو وضز، وكل واحده فيهم ليها صحاب. فاكرين لما قايله لكم ان اللي بيحبوا حرف الاس هي وشي وايت واي اسم مفرد، فاكيد طبعا هم هيبقوا صحاب مين؟ الضز. علشان كده طبعا في النفي هو زمن المضارع البسيط برضو هتلاقوه بالتفصيل بقى، ليه حلقة لوحده مدتها دقايق في سلسلة فيديوهات التأسيس. هستخدم طبعا don't و doesn't. don't مع الأفعال اللي هي صاحبة الدو، و doesn't مع الأفعال صاحبة الدو. ده باختصار زمن المضارع البسيط. ويل بقى والمصدر، بصوا كده طالما هتكلم على ويل انا هتكلم على زمن المستقبل البسيط. زمن المستقبل البسيط ويل معناها سوف يا ولاد، ويل معناها سوف. طيب هي ويل ليها شروط؟ لا، هي ويل في الحقيقه بتيجي مع كل الضمائر، ويل بتيجي مع كل الضمائر، ماشي؟ مع اي ومع وي ومع يو ومع ذي ومع اي اسم جمع، ومع هي ومع شي ومع ايت واي اسم مفرد. شرطها الوحيد ان لازم بعدها الفعل يجي في المصدر، لازم بعدها الفعل يجي في المصدر، ده شرطها، خلاص تمام. ممكن نلاقيها بالصورة دي ويل، او بالصورة دي الابوستروفي ودبل ال، تمام؟ ولو جت في النفي هتلاقوها، عمركم هتلاقوها كده، مش هتلاقوها ويل ونوت، لا هتبقى وونت. في النفي برضو هيجي بعدها الفعل في المصدر. يعني لو انا قلت هو سوف يذهب، he will go، انا مش هذهب، I won't go، تمام؟
ده طبعا باختصار شديد شرح زمن المضارع البسيط والمستقبل البسيط. تعالوا بقى نربط بينهم كده في جمل بأمثلة. بصوا لما نقول ايه، if علي اذا علي studies hard، ماشي، اذا علي ذاكر بيذاكر كويس he will pass his test، هو سوف يجتاز امتحانه، يمر بينجح في الامتحان. عشان اعمل الجملة ترتيبها صح، بصوا بقى انا عن نفسي بعمل ايه، حطوا الدايرة على اداة الربط، دايرة كده if، وخط عند الفعل اللي في الجملة الاولى، وخط عند الكومة لان في كومة بتربط بين الجملة الاولى والجملة الثانية لما if وين يجوا في الاول. هنا شفت مين، ادي if اهي، الجملة اللي بعدها على طول مين، فعل في زمن المضارع البسيط، استدز فعل في حرف الاس علشان الفاعل علي. الجملة التانية will والمصدر، يعني معنى كده ايه، if او when، جملة في زمن المضارع البسيط، كما جملة تانية will والمصدر، بس كده. تعال نشوف اكزامبل تاني، بس هنا if و when بقت في النص. حتى لو بقت في النص هعمل ايه، انا ليا دعوة ان if او when بتشترط ان لازم الجملة اللي تيجي بعدها على طول اللي لازقة فيها على طول تبقى هي اللي في زمن المضارع البسيط، فاهمني؟ يعني الجملة اللي تيجي بعدها على طول على طول هي زمن المضارع البسيط. يعني سواء if او when جت في الاول او جت في النص هنلاقي الجملة اللي بعدها على طول هي اللي في زمن ايه، المضارع البسيط، المضارع البسيط، تمام. بصوا لما جت هنا في النص قلنا ايه، قلنا منى will catch، منى سوف catch تلحق the bus بالاتوبيس، ادي will والمصدر، وبعدين if اهو والشيء is quick اهو. بصوا الجملة التانية المضارع البسيطة اهي. خلي بالكوا لما if او when بتيجي في الاول بتربط بين جملة، تمام، جملة كاملة مكونة من فاعل وفعل وبعدها كومة وجملة تانية، لما بتيجي في النص ما بيبقاش في كومة بقى خلاص، خدتوا بالكوا؟ طيب ازاي اعمل بقى صيغة سؤال وانا بربط برضو بين if when؟ نفس الحكاية. بصوا يا ولاد انا هنا بقول ايه، will you stay inside if it's hot tomorrow؟ هل طبعا طالما ببدأ بفعل مساعد يبقى معناها هل سوف انت تبقى في الداخل، هتفضل في البيت، يعني هتمكس في البيت، هتقعد في البيت، if it's hot tomorrow، اذا الجو بيكون حر بكرة. انا عملت ايه، عارفين انتوا حتى معنى الجملة، لو انتوا مش فاهمين معنى الجملة قوي انتوا قدامكم قاعدة، عارفين كده زي انتوا في الرياضة مثلا محيط المثلث، الضلع مش عارفة ايه، المحيط مش بعرف الرياضة قوي، مثلا العرض في الطول في كذا، انتوا بس بتجيبوا العرض كذا الطول كذا بس خلاص، هي كده برضو، ادي اف اهي، تمام، ها اف انا عارفة ان اف بعدها المضارع ايه، البسيط اهو، از مضارع بسيط، طب قبلها ايه، ويل والمصدر، ويل والفعل ستي في المصدر، بس كده، تمام. طيب بص كده، طبعا هو جايب لكم لو صيغه برضو استفهام نفس الحكايه، what اهي، will you do، ماذا انت سوف تفعل، will والمصدر، will ودو، if اذا it is اهي، is ده فعل فين، في المضارع البسيط، بس كده فهمنا. يبقى احنا كده عرفنا ان if او when دول ادوات ربط بتربط بين جملتين بس بشروط معينة، بتربط بين حدثين، حدث بيحصل في وقت زمن المضارع البسيط بيترتب على حدوثه حدث هيحصل لسه في المستقبل. if او when الجملة اللي بعديهم على طول بتيجي في زمن المضارع البسيط، بعد الجملة التانية بتيجي will والمصدر، بس كده. تعالوا بقى نتنقل برضو لجزئية تانية من جرامر سنة تالتة اعدادي، هنروح لبيج 117. بصوا يلا نشوف ادوات ربط تاني، هنكمل ادوات ربط تاني، بس ايه بقى، بصوا هي عبارة عن ايه اهي،
زي كلمة because السي بتتنطق حرف الكي. because دي معناها بسبب، لأن، علشان. طيب هي بتربط ايه؟ بتربط بين جملة وجملة لتوضيح السبب. يعني لو انا قلت مثلا انا ما روحتش المدرسة امبارح علشان انا كنت تعبان، هستخدم because. لو قلت baby fish and sea animals، السمك الصغير والحيوانات البحرية live بتعيش in sea grass في العشب الاعشاب البحرية، because علشان it's a safe place، إنه بيكون مكان آمن because. يبقى because بتيجي علشان توضح السبب، بتيجي بعدها جملة من فاعل وفعل بس كده، ملهاش شروط على فكرة خالص. طيب ممكن أقول نفس المعنى برضو وأقول this is because. this طبعا اسم إشارة معناه هذا أو هذه، لما شاور على حاجة بقول هذا. هنا معناها this is because، هذا بسبب، هذا بسبب. يعني لو انا قلت sea grass helps keep اعشاب البحر او عشب البحر helps بيساعد، keep the sea healthy بيساعد البحر انه يبقى healthy صحي، and it can help وبيقدر انه يستطيع، help بيساعد stop climate change بيساعد على انه يوقف تغير المناخ. طيب انا عايزة اوضح ليه الجملة دي انا قلتها this is because، هذا بسبب، sea grass عشب البحر absorbs 10% اللي هو 10% of the ocean's carbon dioxide every year، لانه عشب البحر دوت بيبقى 10% من الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون كل سنه بيفرز من المحيط. تمام، ان هو طبعا انتوا عارفين النباتات طبعا بتخرج غاز ثاني، بتخرج الاكسجين، فهو بياخد ثاني اكسيد الكربون من المحيط بنسبه 10% كل سنه. تمام، يبقى انا بوضح جمله. طيب لما اقول بقى that's why، that برضو اسم اشارة معنى ذلك او تلك، هو للبعيد بس مش فرقة بقى هنا في الدرس معناه للبعيد او للقريب. why معناها لماذا او ليه لما كنت بستخدمها في السؤال، لكن هنا that's why معناها لذلك او لهذا السبب. برضو بيجي بعدها جملة كاملة لما اقول هنا sea grass absorbs carbon dioxide 35 times faster than rain forests. That's why sea grass can help stop climate change. يعني عشب البحر دوت بياخذ غاز ثاني اكسيد الكربون 53 مرة اسرع من الرين فورستس الغابات الممطرة، لذلك عشب البحر ده بيقدر ان هو يوقف تغير المناخ. تعالوا نشوف كلمة تانية برضو ادوات من ادوات الربط. هو كل ده الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دول بيعبروا عن الاسباب، بيوضحوا لي سبب حاجة. كلمة because بسبب، this is because لهذا، هذا بسبب، وكلمة that's why ولهذا السبب او لذلك. كلمة بقى however معناها مع ذلك، بالرغم من. تعالوا نشوف ازاي، بصوا كده about 90 of all sea grass، يعني حوالي 90% من العشب البحر او الاعشاب البحرية دي has disappeared، بتختفي from the UK is coast، من ساحل الولايات المتحدة الامريكية in the last 100 years، في اواخر في 100 سنة الاخيرة. however ومع ذلك there is an environmental project، بيوجد مشروع بيئي in the UK United States that kingdom اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية that is growing new sea grass، بينمو أو بيزرع أعشاب بحرية جديدة. طيب كلمة تانية اسمها nevertheless اللي هي معناها ولكن أو مع ذلك أو غير أن، never تمام اهي.
كل ديت يا ولاد، كل دي اهو مثلا the plants will still be quite small، النباتات سوف تظل الى حد ما صغيرة. Nevertheless they will grow into 20,000 square meters of sea grass. هو بصوا يعني انتوا بس مجرد ان انتوا تفهموا معاني الكلمات دي، بس مجرد ان انتوا تفهموا معناها بس. تمام، تعالوا نتنقل بقى لجزئية تانية من الجرامر مهمة. 141 الأول بعدين 41. بصوا يا ولاد اهي 140. لو اتكلمنا عن كلمة أو عبارة used to، used to معناها كان معتاد أن، يعني معناها كنت متعود اعمل حاجة في الماضي بس دلوقتي خلاص ما بعملهاش، توقفت عنها. تمام، used to دايما بلاقيها في صيغة الماضي لان هي بتعبر لي عن حاجة كنت متعود اعملها في الماضي، فعلشان كده هي على طول صيغتها في الماضي used to للتعبير عن العادات والاعمال الروتينية في الماضي. يعني لما اقول هنا بصوا اهي عن حدث كان بيتكرر في الماضي لكن دلوقتي خلاص اتغير ما بقتش اعمله. You can used to. بصوا لو انا قلت جملة when I was young، عندما انا كنت صغير، I used to، انا كنت معتاد ان play in the street، كنت متعود بلعب في الشارع لكن دلوقتي خلاص. تمام، طيب الرول بتاعتها ايه؟ بكل بساطة جملة عادية خالص تتكون من فاعل وفعل. الفاعل اول حاجة بس قبل الفعل بحط used to، شرطها الوحيد ان بيجي بعدها الفعل في المصدر، شرطها الوحيد ان بيجي بعدها الفعل في المصدر. يعني هنا لو انا قلت مثلا my father، بابايا used to work، اعتاد انه يشتغل in a bank، في البنك، ماشي، but لكن now دلوقتي he works in an international company، لكن دلوقتي هو بيشتغل في شركة دولية. تمام، we used to live، هي used to بتيجي مع كل الضمائر بنفس الشكل ده used to. we used to، احنا كنا متعودين to live، ان احنا نعيش in a village، في قرية، بطن، لكن دلوقتي we live in the city، احنا عايشين او بنعيش في المدينة. he used to be lazy، هو اعتاد ان يكون كسول، but now he isn't، لكن دلوقتي هو ما بقاش كده، ما بقاش كسول. طيب هي دي خلاص شكلها الطبيعي انها used to كده. طب لما عوزا فيها اعمل ايه؟ بصوا هي اصلا used to، يعني هي فعل في الماضي. طب لما فيها ها هنده على مين؟ هنده على الراعي الرسمي للنفس اللي في الماضي. ها مين هو الفعل المساعد اللي واخد كده الراعي الرسمي للنفس في الماضي؟ طبعا اكيد عرفتوه، هو الفعل اللي بنفي على طول بيه اي فعل في الماضي. تمام، فانا هعمل ايه بقى؟ دي طبعا طالما قلت نفي يبقى هيجي معاها نوت اهو، انا هستخدم did. تمام، طيب بس انا قلت نفي يبقى هستخدم معاها نوت، فهقول هنا اهو الفاعل وديد مع نوت، طبعا النفي يعني نط على طول، بس هيجي فعل مساعد هيساعد النط اللي هو did. ليه اخترت did؟ علشان used to فعل في زمن الماضي، وdid هي الراعي الرسمي للفعل الماضي لزمن الماضي عموما. فهقول ايه الفاعل وdidn't وused to، شفتوا used شلت منها دي، did بتتخلق مع دي على طول، فعملتها used to وبرضو الفعل في المصدر.
تعالوا نشوف المثال كده. بصوا اهو. I didn't use to like. انا ما كنتش متعود like ان انا احب السلط when عندما I was young عندما انا كنت صغير. But I love it now. لكن دلوقتي انا بحبها. طب لو انا هاجي هسأل برضو عليها هسأل بديد. خلاص ما احنا اتفقنا هي اصلا used to دي في صيغة الماضي. فلازم اما اسأل عنها هسأل برضو بالماضي اللي هو did. فهقول did والفاعل والفعل used to did والفاعل وشلت من used دي used to وبعدها الفعل في المصدر. يعني لو سألت وقلت did your mother used to read your stories هل مامتك كانت متعودة انها تقرأ لك يعني قصص when عندما انت كنت صغير. طيب دي used to بس دايما تاخدوها في الماضي. used to دايما تكون في الماضي. طيب تعالوا بقى احنا if الشرطية لسه قايلين قاعدة if دلوقتي قايلينها ان هي في زمن المضارع البسيط. طب بصوا بقى نفس الشرط نفس if ونفس when نفس الكلام هم ادوات ربط تربط بين جملتين تربط بين حدثين. بس بدل بقى ما كانت في زمن المضارع البسيط والولو المصدر لا هي في زمن ايه بقى الماضي البسيط وبدل will ها would او could او might كل دول والمصدر. بصوا ازاي نفس الكلام if هنا هنا if if ليها حالات كتير هتربط بين جملتين هتربط بين حدثين جملة مترتبة على جملة. اذا انت كنت عملت كده كان هيحصل كده ماشي. if هيجي بعدها ماضي بسيط هيجي بعدها would والمصدر او could والمصدر او might والمصدر. زمن الماضي البسيط نتعرف عليه كده بسرعة نفتكره مع بعض. زمن الماضي البسيط بيتكلم عن حاجة حصلت وانتهت في وقت محدد في الماضي من اسمه كده زمن ماضي. زمن عدى وقت خلاص مضى عدى. ممكن يكون الاسبوع اللي فات الشهر اللي فات السنة اللي فاتت امبارح. المهم ان هو زمن ماضي. انا بتكلم عن فترة زمنية خلاص خلصت وانتهت فعل حدث وانتهى في الماضي. طيب هو زمن الماضي البسيط تكوينه ايه؟ بيتكون من نوعين من الافعال افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. الافعال المنتظمة هي افعال بتسمع الكلام وماشية على النظام اللي حطه الماضي البسيط. ايه هو النظام ده؟ اهو ان هو قايل ان بعد الافعال في نهاية الافعال هنحط النهايات دي. هنحط يا اما دي يا اما اي دي يا اما اي واي ودي. تمام؟ ده النظام اللي حطه الماضي البسيط. اي فعل بينتهي بحرف الاي بحط له دي زي like liked. اي فعل بينتهي بحرف غير حرف الاي بحط له اي دي زي play played. اي فعل بينتهي بحرف الواي وقبله حرف ساكن بحذف الواي وبكتب بداله اي وبزود اي ودي. طبعا الافعال زمن شرح زمن الماضي البسيط بالتفصيل لحلقه في سلسله فيديوهات تاسيس الجرامر على القناه شوفوها. طيب ده النوع الاول من الافعال في زمن الماضي الافعال المنتظمه. النوع الثاني الافعال غير المنتظمه بعمل فيها ايه؟ بحفظها زي ما هي يعني ملهاش قاعده. ايوه drink drank drunk. بصوا الافعال بتختلف ماشي الحروف بتختلف خالص. تمام في حلقه كده كامله مجمعه فيها برضو الافعال الشاذة. يبقى ده زمن الايه؟ الماضي البسيط. طيب بصوا كده تعالوا بقى نشوف الامثله اللي عندنا هنا اهو. احنا قلنا ادي اف اهي دي الحاله الثانيه ليها ان هي هتربط بين جملتين. الجمله الاولى في زمن الماضي البسيط الفعل فيها في زمن الماضي البسيط فاعل وفعل في زمن الماضي. الجمله الثانيه ود والمصدر او كود والمصدر او مايت والمصدر.
اختار حاجة واحدة من الثلاثة دول وبعدهم لازم يجي الفعل في المصدر. يعني لو انا قلت if ادي اهي if اداة الربط، اسراء فاعل، worked اهي worked الفعل ده، الفعل ده في زمن الماضي البسيط. طيب if اسراء worked hard، لو اسراء كانت بتعمل بجد at school كانت تجتهد في المدرسة كان ايه اللي هيحصل؟ ادي الكومة الجملة التانية she would get high marks، هي كانت سوف هتحصل على درجات عالية، would والمصدر. طب لو if جت في النص مليش دعوة، المهم ان يجي بعدها على طول الفعل في زمن الماضي البسيط، هي الشرط بتاعها كده، سواء جت في الاول او جت في النص لازم يجي بعدها الجملة اللي بعدها على طول اللي لازقة فيها في الماضي البسيط. يعني لو قلت هنا إسراء would get high marks، إسراء كانت هتحصل على درجات عالية if she، إذا هي worked hard at school، إذا كانت بتعمل بجد في المدرسة. أقدر أستخدم might بدل would، وأقدر أستخدم كذا حاجة تانية على فكرة، perhaps ربما possibly احتمال probably ممكن، بس كلهم لازم يكونوا في المصدر، لازم يكونوا في المصدر. يعني هنا لو أنا قلت if I had enough money، إذا أنا كان عندي had الفعل ده إيه؟ عارفين have فعل الملكية، أمتلك عندي الماضي منه had، إذا أنا كان عندي enough money فلوس كفاية اللي كان هيحصل I would perhaps أنا كنت ربما buy أشتري new car. طيب أقدر أشيل would وperhaps دي، أقدر أشيل would وperhaps وأحط بدلها كلمة واحدة، إيه هي بقى؟ might ربما، might معناها ربما احتمال، بدل ما أقول would perhaps أو would possibly أو would probably لا أنا بقول might على طول. If I had enough money، إذا أنا كان معايا فلوس كفاية I might buy a new car. بصوا كده، هنا بيقول لي كمان إيه بقى، أقدر أستخدم could بدل would. could دي لما أعبر عن القدرة، إحنا عارفين إن الفعل كان معناه يستطيع يقدر، بيعبر لي عن الابيليتي عن القدرة عن المقدرة الإمكانية على فعل شيء معين، فأنا بستخدم could هو التصريف التاني من الفعل كان، فبقول إيه if منا came first، إذا منا أتت أولا she could join، هي كانت هتقدر تلتحق أو تنضم the school trip for free، برحلة المدرسة مجانا. خلي بالكوا هنا could بدل ما أقول would be able، كانت سوف تكون قادرة على، شال would be able حط بدلها كلمة واحدة بس اللي هي could، كانت هتقدر تستطيع. تمام يا ولاد؟ بصوا كده كمان might not، ازاي ان انا احط بقى not؟ نفس الحكاية، بدل might بس انا احط not، وبدل could بس انا احط بعدها not، نفس القانون هو على فكرة، ما تلغبتوش نفسكم بالحاجات دي، المهم ان انتوا تقدروا تستخدموا، يعني ما تقولوش would possibly احط بدلها might امتى احط، لا بصوا هي القاعدة عندك اهي، ادي if جملة اللي بعدها ماضي بسيط، جملة اللي بعدها would والمصدر او could والمصدر او might والمصدر، بس كده هو ده اللي انتوا عليكم تعرفوه. ماشي يا اولاد؟ طبعا might للاحتمال، might للاحتمالية معناها ربما احتمال حاجة مش متأكد منها، could بتعبر لي عن المقدرة على فعل شيء. تمام؟ طبعا might not ان انا بنفي عدم الاحتمال، لو قلت if we went to the bakery، اذا انت كنت ذهبت للمخبز it might not be very busy، كان ممكن احتمال ما يكونش مزدحم busy sorry. لو هنا قلت بقى if you went to school on Friday، اذا انت كنت رحت المدرسة يوم الجمعة you couldn't enter، كنت ممكن ما تقدرش تدخل، it's a holiday انه يوم ايه اجازة. في حالة بقى يا ولاد اسمها
if I were you. يعني ايه؟ دايما لما ادي حد نصيحه وعايزه اقول له، يعني هو اكسبريشن كده، تعبير، اذا انا كنت مكانك انا كنت عملت كذا وكذا. if I were you، if I were you، اذا انا كنت مكانك I wouldn't، انا ما كنتش هفعل كذا. بصوا الجمل، if I were you، اذا انا كنت مكانك I would go to Alexandria، انا كنت هذهب لاسكندريه. if I were you، اذا انا كنت مكانك I wouldn't make noise in class، انا ما كنتش هعمل ضوضاء في الفصل. if I were you، اذا انا كنت مكانك I would study hard، انا كنت هدرس بجد. اهم حاجه تعرفوها في حالات اف عموما، ان انت هنا تعرف الجمله اللي بتيجي بعدها على طول، والجمله اللي مترتبه عليها، الجمله اللي هتيجي بعدها على طول في زمن الماضي البسيط، ابقى عارف تصريف الافعال، ابقى حافظه كويس قوي، اعرف التصريف التاني للفعل ايه. قلت لكم في فيديو مجمع لكم كل الافعال، فيه كل الافعال الشائعه اللي هتلاقوها كل في كل منهجكم في اللغه الانجليزيه، التصريف التاني من كل الافعال. بصوا الشاذه طبعا اللي هي العاديه بقى انتوا هتبقوا عارفينها اهي، بصوا الفعل في التصريف الاول، فعل في التصريف التاني، شوفوا الفيديو ده. كمان تبقى عارف ان هيجي بعدها في الجزء التاني من الجمله اللي هي ايه بقى، would والمصدر، او could والمصدر، او might والمصدر. ولو نفي هتبقى هيها نفس الحكايه. كل التمارين دي يا اولاد، كل التدريبات اللي على الدرس في فيديوهات الشرح نحلها معاكم على كل درس جرامر. انا هقف لحد هنا في الفيديو ده علشان ما تتهوش مني يعني، وتبقوا خلاص ما تزهقوش، وان شاء الله في الجزء الثاني بقى من الفيديو هنكمل بقيه الاجزاء الجرامر اللي عندنا في منهج ثالثه اعدادي. حلوا على الجزئيات ديت، لو في اي حاجه وقفت معاكم اكتبوها لي في الكومنتس وبعتوها لي، واتمنى يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو علشان يقدر يوصل الفيديو لعدد كتير من الطلبه، ويا رب يقدروا يستفيدوا بيه. باي باي.